شكرا. كما كتعرفوا المغرب ديالنا بلد فلاحي بامتياز، ولكن الحمد لله هذه الحاله كما كنقولوا العام الحاله ديال الله سبحانه وتعالى، ونطلبوا الله ان شاء الله تجي شي شتا ان شاء الله باش تكون الامور مزيانه في القطاع الفلاحي. وكنشكروا صاحب الجلاله اللي عطى واحد الاهتمام خاص لهذا الشيء ديال الفلاحه، خاصه في هذا الشيء ديال الاعلانات ديال الفلاحه، وهذا الشيء ديال الفكره ديال المخطط الاحرار، المخطط الاحرار اللي عطى واحد الثمار ديالو. والحمد لله اليوم الا جينا نشوفوا بالنسبه للبلاد ديالنا اي حاجه اللي قلبنا عليها في هذا الشيء ديال الخضر ولا الفواكه كل شيء موجود الحمد لله. حاجه حنا كنعرفوا اليوم عندنا واحد المشكل اللي كنعيشوا، غير واحد المجهود كبير واستثمروا في البلاد ديالنا وعندهم الثقه في البلاد ديالنا، ولكن المشكل اليوم اللي هو كيعيشوا ازمه كارثيه. اليوم كاينين بعض الناس المستثمرين اللي هما كيفكروا باش كيفاش غيديروا باش يترمي في الحبيش. المشكل السيد المثال جاب المثال المده ديالو ديال 10 سنين ولا 20 سنه ديال الاستثمارات ديالو ديال الميزانيه ديالو اللي جمع وجا استثمر في البلاد ديالنا. اليوم المشكل اللي كيعيش الما ما كاينش، هو وجد داك الشيء ديال الشجر وخدم على داك الشيء. وكيفاش غيدير هذا السيد؟ كيفاش غيركب؟ وكاين كما كتعرفوا الفلاح، كاين بعض الفيرمات اللي هما فيها 50 60 200 200 خدام ديال اليد العامله اللي فيها. اش من الحل دابا ديال هذا الفلاح ما يمشي؟ هذا مشكل صراحه، مشكل غويظ، وحنا خصنا نفكروا